الآن ضيف حلقتنا وإن متأخرا الأستاذ صباح الياسين، الدكتور صباح الياسين، وهو أستاذ في جامعة الشرق الأوسط، انضم إلينا من عمان، وهو سفير بالمناسبة أسبق للعراق في الأردن. دكتور الياسين مساء الخير. يعني هل بالإمكان أن يتكرر الاستعمار السابق المباشر في دولنا العربية أو بعضها على الأقل؟ هل هذا ممكن؟ طبعا هو لم يتوقف الاستعمار أو محاولات الاستعمار من السيطرة على الوطن العربي منذ الحرب العالمية الثانية. كان أبرز محطة بعودة الاستعمار هي عام 1990 عندما قدمت 33 دولة لاحتلال العراق، ثم عام 2003. لكن عمليا الاستعمار الجديد ليس هو الاستعمار القديم، يعني ليس هو استعمار أساطيل. الآن الاستعمار الاقتصادي، الاستعمار الإعلامي، سميه ما سميه. وهذه القوات التي قد نجدها أحيانا في ليبيا أو في سوريا في العراق هي حقيقة الصحرائق، أما هي السيطرة تامة والسيادة العربية قد انتزعت تماما، يعني ليس هنالك أو ربما هي يعني دكتور ياسين، يعني بعض المشاركين الحقيقة منذ قليل قال بأن هذه القوات هي لترتيب الوضع، يعني كنا خلال نصف القرن الماضي تحت هؤلاء الوكلاء، وعندما انتهت مدتهم ربما بأسباب ثورة، بأسباب الموت، جاء المستعمر من جديد حتى يرتب الوضع ثم يغادر. لا يغادر هو، يعني أنا يعني مفهوم أنه مرحلي، الاستعمار قائم ولكن بأشكال متعددة. أشكال متعددة. طيب الشركة النفطية الآن أصبحت القوات بعضها أصبحت ميليشيات، يعني ما تمارسه إيران حقيقة في أكثر من مكان بالوطن العربي هو وجود ميليشيات تمثل مصالح الإمبراطورية التوسعية الفارسية. طيب يعني هو الاختلاف في التكلفة فيما يبدو دكتور هنا، يعني التكلفة على المستعمر بهذا الشكل الجديد أخف عليه من الشكل القديم، أم أن الخوف ربما من قبل هذا المستعمر هي حالة الوعي في شعوبنا وبالتالي لا يريد أن يظهر بوجهه القبيح مباشرة؟ لا، المستعمر يعني رمى علينا جرثومة الاحتراب الطائفي الداخلي، هذه الجرثومة يعني نفذت صفحة كبيرة من صفحات وجود الاستعمار. وأنا لا يعني أريد أقول لك شيء، أصبحت بعض القوى الداخل الوطن العربي هي تقبل الاستعمار أو تستدعي الاستعمار لكي يخلصها من استبداد أو استعمار آخر، كما يعني يحدث في ليبيا، كما يحدث في اليمن، كما يحدث في العراق. هي الاستعمار واحد ولكن التسميات والصيغ بدأت تتبدل. من استعمار بأساطيل إلى استعمار بقوات محمولة جوا، إلى استعمار بشركات، واستعمار بالوكالة، والآن استعمار بتفكيك وتفتيت بنية الوطن العربي. أصبح هو هذه الكتل الصغيرة المحتربة بالوطن العربي هي تتوسل بالقوى الاستعمارية لكي تعود ولكي تناصر هذا الطرف على حساب هذا الطرف الآخر. دكتور ياسين أكتفي بسؤال أخير معك، وإن كان طبعا سؤال يحتاج إلى وقت طويل للحديث فيه. هناك حالات كما قلت أنت الآن من الاستعمار يعني مختلفة، وإن كان الاستعمار واحد، ولكن ولا يبدو أن على الأقل كما فهمت كلامك أننا نلنا الاستقلال بعد. متى نناله وما المطلوب منا حتى ننال استقلالنا الحقيقي؟ والله مطلوب منا وعي جمعي قومي، يعني يعيد الفترة التي أحقبت يعني 1908 عندما انطلقت فكرة اتحاد الشرق في تركيا والدول العربية كانت خاضعة تصاعد بها المد القومي. هذه يعني عاد الدورة التاريخ بعد قرن، نحن بأمس الحاجة. يعني أنا من الناس المؤمنين أنه مجرد طرح شعار الوحدة العربية هو فكرة تحررية لتضمن هذه الأقطار العربية متضامنة، قوة ضد المستعمر، وتستطيع أن تبني سيادة وطنية حقيقة ولا يبنيها إلا شعوبها. أما استدعاء قوة أجنبية وخارجية هذه لها استحقاقات ولها ضرائب تدفع الآن أو تدفع بشكل مؤجل من السيادة ومن الثروة الوطنية. الدكتور صباح الياسين الأستاذ في جامعة الشرق الأوسط كنت معنا من عمان، نشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة.